طيب خليني برضه اخد تليفون معانا مهم مع النجم شادي محمد نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. كابتن شادي برحب بيك. اسلام، برحب بيك وبرحب بيك كابتن عادل. بيسلم حبيبي عليك يا كابتن شادي، ازيك؟ الحمد لله تمام. منور يا كابتن شادي. الله يخليك يا اسلام. وبعدين يا كابتن شادي، متزعم كده الفترة اللي فاتت، كام تصريح كده قوي منك. الدنيا مش مستاهلة كده يا كابتن شادي؟ يعني انت نزلت عديت، نزلت عديت الجماهير 80 مليون، نزلت عديتهم في الشارع؟ لا ما نزلتش عديتهم والله. امال ايه يا كابتن شادي بس؟ اللي هي واقع عايشينه يا كابتن عاشر. ايوه واقع عايشينه ماشي. يعني هقول لك ايه، يعني ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. هو انا مثلا لما اقول حاجة في حد يحجر على الرأي ولا ده غبي؟ لا، بس في كلام منطقي وكلام يزعل الناس، زي حلو مثلا أوي. زي حلو أوي. ماشي خلاص. حضرتك زي ليك فيديو في احدى المباريات كده مع الجماهير، زعل ناس كتير جدا، مع ان انا عارف اخلاقياتك وعارف ان ممكن عارف الريتم بتاع القعده عمل كده، او الناس اللي موجوده اجبرتك انك تطلع كلمه كده ولا كده، انما انا عارف اخلاقياتك كويس، عارفك حد جميل قوي. انما احنا عايزين نهدي الدنيا يا كابتن، يعني ما ينفعش يطلع كده ويطلع تصريحك كمان مع اللي حصل في اون سبورت، حته ان مباراه تفويت ومش تفويت وحاجات من دي. عارف الحاجات دي كلها عامله بلبله كبيره جدا، واحنا لما بنتكلم بنقول اي حاجه او حتى بنقول احنا تعرضنا لظلم، يقول لك عاملين نبذ تعصب، عاملين مش عارف ايه، والناس اللي هي بتتكلم على التعصب هي اللي بتعمل التعصب دوت وهي اللي بتنشره. فانت المفروض، انت لعيب كبير وكابتن تاريخي للنادي الاهلي، المفروض انك تراعي بس شويه حته ان انت عارف ان في جميع من الزمالك بتحبك، فما ينفعش ان احنا يعني نتكلم يعني عارف ب ب ب اقولها ازاي، يعني اتكلم بهدوء شويه علشان الدنيا تمشي. يعني اتفضل يا كابتن شادي. طيب انا هرد اقول بس حاجه. اتفضل. انا مسؤول عن كل كلمه انا بقولها. جماهير نادي الزمالك ليها مني كل الاحترام والتقدير، وده طبيعي جدا لما يبقى ليك منافس على مدار سنين طويله او في اي حته في العالم. ما ينفعش ان انت تغلط في حق جماهير. احنا دايما بنقحم الجماهير، والجماهير مالهاش دعوه. انا بشوف كده دايما، الجماهير ولا موجوده في مدرج ولا عايزينها على السوشيال ميديا ولا 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 عاوزين جماهير خالص. ده انا بشوف كده، ده وجهه نظر. فبنستدعي الجماهير وقت ما احنا عاوزين، ودي مش حقيقه. عايزين نستدعي الجماهير تقعد في المدرج، ده وجهه نظر. اما فيما يخص هو كابتن عفت قال ان انا متزعم، انا مش متزعم. وقال من شويه ان انا راجل كابتن تاريخي للنادي الاهلي. النادي اتعرض لامور كثيره جدا على مدار السنه اللي فاتت، ولم يتجاوز احد من نجومه او جماهيره او اي حد استحملنا ما يستحمله بشر. انا عندي مفهوم ان دايما الكبير بتاعنا هو يمثلنا كلنا، حتى لو انت مختلف معاه. فمش معنى ان انت مختلف معاه ان انت تسمح باهانه من اي شخص مهما كان. في حاجات اسمها وجهات نظر، طالما لم تتجاوز في حق احد، ولا جماهير ولا نادي ولا نجوم ولا الكلام ده كله، ودي مش ثقافتنا يعني. فيما يخص العصبية والتعصب، على فكرة مين اللي قال جزء من كرة القدم فيها تعصب شوية؟ مش اللي هي كرة القدم كده، جمهور برشلونة مع ريال مدريد كده، ايفرتون مع مانشستر مثلا، دي امور طبيعية جدا. بس احنا هنا اوفر شوية. بمعنى ايه؟ بنتقبل لو عايزين نتقبله، لما ننتقد بقوة في حاجات ملهاش اي اساس من الصحة. وعندي نماذج كتير جدا اقولها لك. انا بقول 80 مليون، قلت فلسفتي قبل كده في مداخلة ومش عايز اكرر الكلام تاني. فلسفتي اللي في الوطن العربي يقول لك مش عارف ايه، ولما بيتقال في الوطن العربي الاهلي او الزمالك اكتر، ونزلنا عدينا اللي في الوطن العربي، ما هي برضه نفس المنطق. لا، انا شايف لما بتكسب بطولات كتير وبتتسيد وقت طويل جدا في افريقيا، في وقت احنا فيه كنت موجود، الشعبيه بتزيد وبعيد عن العدل. لكن لو انا مثلا متعصب، اي قرار او اي لقب بيمنحه على سبيل المثال زي الاتحاد الافريقي ومنحه للنادي الاهلي، وجاي نتكلم فيه بعد 20 سنه، بعد واكثر من 20 سنه، وبالعكس
بيتعلق يوفط مثلا على سبيل المثال ده. ليه ما بنناقش ده؟ ما نناقش ده عادي، نقول لا غلط وما يصحش، لما الاتحاد القرار غير القرار نعمل اللي احنا عاوزينه ويتسحب اللقب من النادي ده. لكن الاصرار ده هو ده مش بيخلق تعصب؟ وبتسلب مني لقب هو من حقي حتى لو هو رمزي. من حقك ازاي يا كابتن شادي؟ بس ما هسألك سؤال، هو احنا بننصب نفسنا وانا قلت الاتحاد الافريقي تعالى جمني اديني اللقب؟ هو الاتحاد الافريقي ما سلمكش لقب ولا حاجه، دي كلها عمليه داخليه كده، عمليه داخليه واثبتت على فكره، اسمعني، اثبتت خلاص ان كان في محسوبيه ورشوه، اثبت الكلام دوت. بلاش بلاش، بس انا متحفظ على كلمه الرشوه. ماشي اوكي، يعني انا بس هي مكتوبه النهارده، لا نتهم اي حد، مكتوبه النهارده المرفوضه. الكابتن خالد بيومي، الكابتن خالد بيومي نازل النهارده مكتوبه بنفس اللفظ كده. لا ماشي، لا طيب. انا ماليش، انا دلوقتي على برنامجي هنا، البرنامج مفيش، احنا لا نتهم اي حد ولا اي مسؤول. ماشي، على العموم يا كابتن شادي، على العموم بس عشان حته نادي القرن دي، طب استني ثواني بس، عشان حته نادي القرن دي، بص انا باكد لك ان في ضغوط على نادي الزمالك قويه جدا من ناس كتير جدا في الدوله، ان الزمالك يسكت وما يتكلمش في موضوع نادي القرن، انما نادي القرن ده نادي الزمالك، اتعمل ملف وضغط على نادي الزمالك عشان ما يتقدمش. طيب هو احنا بنتناقش ولا بنتعصب؟ عشان لا انا ما بتعصبش، انا بقول لك بس عشان عشان النقطه دي انا ما اتكلمتش فيها اصلا، انا ما اتكلمتش فيها بقالي فتره، لان المفروض ان القيادات اللي موجوده في نادي الزمالك طيب تعمل الكلام دوت. اتفضل يا كابتن شادي. انا راجل بتاع رياضه، بتاع رياضه، لا اقحم الدوله في معاديه، لما الاهلي والزمالك يحصل مشكله بره يقول لك الدولتين، مال الدولتين؟ دي مباراه، ده ثقافتي انا، دي حط الحاجه في مربع. مفيش حد في الدوله بيتدخل عشان يقول لي ده متكلم او ما اتكلمش. دولتنا دوله مؤسسات، كل مؤسسه منوط بيها في مؤسسه عسكريه محترمه بتحمي البلد بره وجوه وفي كل حته. في دوله معالي رئيس الوزراء بتشوف التطوير اللي شايفينه والكباري اللي موجود، كل مؤسسه منوط بيها. سياسه رئيس الوزراء هيتكلم، ما تتكلموش في ماتش في الاهلي هو بطل القرن. انا دي ثقافتي انا ودي عقليتي انا، بحط الامور في وضعها الطبيعي. وضعها الطبيعي اللي الاتحاد الافريقي منح النادي الاهلي والكابتن صالح سليم الله يرحمه بمجاورة الكابتن محمود الخطيب استلموا الجايزة، وانا كنت موجود في النادي، واول من بارك للنادي الاهلي الدكتور كمال درويش. ما حصلش الكلام ده، او ينفي او يأكد، انا كنت موجود في النادي وبوكيه الورد اتبعت من نادي الزمالك. انت شفت كارت يعني بتاعه؟ لو سمحت بعد 20 سنة، بعد 20 كل لما يحصل اجازة ولا يحصل كورونا الزمالك نادي القرن، يحصل الدوري يقف في اجازة شهر، تلاقي الموضوع بيتفتح من بعض اشخاص معينين. انا بتكلم بامانه بقى، انا بقول ده رايي، انت فاهم؟ هو ده مش ده تعصب؟ بتاخد مني لقب اوريدي وبعد كده تروح تجيب لي ورقه مختومه من احد الوزارات تقول لي ده مش هو ده طبيعي؟ هو ده طيب هو اللي بيخلق التعصب مش اللي انا بعمل برنامج على قناه خاصه او قناه نادي كل يوم تتناول ساعة الا ربع او ساعة، البرنامج مدته ساعتين او ثلاثة، تتناول ساعة ونص النادي المنافس؟ هو ده مش ده التعصب؟ النادي الاهلي بياخد مساحة اكبر من اي حد، بل بالعكس حصل تجاوز في اعراض وحاول حصل تجاوز في اي حد يتكلم، بيخش على مفرمة غير طبيعية. هو ده مش تعصب؟ فيما يخص المدرج انا قلت الفيديو كان متق، انا بس برد على كل كلام الكابتن عرفت الله. اتفضل. انا راجل لما بروح مكان بروح باحترامي واتحمل مسؤوليه اللي انا محسوب على النادي الاهلي. فلما حصل في المدرج الفيديو طالما اتقطع ودخل مونتاج يا كابتن، بحكم ان انا راجل اشتغلت في الاعلام، يبقى انا ما ينفعش اتكلم على الفيديو خالص طالما دخل مونتاج، تعرضه بيور زي ما هو، اهلا وسهلا. انا اتقطع من هنا شويه ومن هنا شويه، وبعد كده يقول لك كابتن خطيب قال له اقعد، واتعمل سيناريو وفيلم يخرجه الاستاذ شريف عرف. الكلام ده ما حصلش ولم اتجاوز ولا خرج من بقي لفظ اساسا، انا كنت واقف وسط جماهير جنب المقصوره. انا مش دوري امسك مشجع اقول له لا عيب عشان انا واقف، انا مش دوري، انا مالي. النادي الاهلي جاب هدف، قمت سقفت، قمت وقفت، يحصل راجل راح اشجع مش راح اكتف ويحطه بلاستر على بقي. ده اللي حصل مني،
وانا قبل ما اول حاجه ابتديت قلت اي نادي خصم وليه جماهير على راسي من فوق بحترمها، بس من حقي اقول رايي، ومن حقي اقول بقى 70 80 مليون ياما كتير حاجات اتقالت مالهاش علاقه بالمنطق والواقع. والواحد كل واحد حر، كل واحد يقول اللي عايز يقوله طالما انت مش بتشخص المواضيع. كابتن عفت برضو من اسمح لي انتقد حضرتك في مواقف كتير جدا كنت بتقلل من تاريخ النادي الاهلي، وكنت بتتكلم الخطيب مش اسطوره، مش عارف مين ده اللي اسطوره، لا ده افضل، ده مش عارف ده. انت سمعتني يا كابتن شادي؟ سمعتني؟ نعم سمعتني وانا بقول كده. انا 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 قبل كده انت زعلت مني لو تتذكر لما كنت اشتغل في الاعلام وكان في فيديو ليك في قناه النيل كنت بتهاجم بمنتهى الشراسه والقوه على موضوع نادي القرن. لما هاجمت بمنتهى الشراسه والقوه محدش علق، ولما انا تناولت ده زعلت مني قبل كده، زعلت عشان انا بدافع. لا انا ما قلتش نادية. بص انا ما قلتش كابتن خطيب مش اسطوره، انا السؤال اللي توجه لي بيقول مين اكتر لاعب يعتبر اسطوره في مصر؟ قلت طبعا بالتاكيد محمد صلاح. انت متفق معايا ولا مش متفق؟ متفق معاك وانا حلو. وانا ارد وقلت في مصر هنا وفي مصر هنا طبعا كابتن محمود الخطيب اسطوره في الكره المصريه، يعني انا ما غلطتش، بس الكلام دايما الكلام بيتآول وبيتقال بطريقه، انما لما تسمعني انا بقول كده من حقك انك تعاتبني وتنتقدني. بالظبط. انا بقى عايز اقول ايه، عايز اقول ايه حضرتك برضو من ده، بس قبل ما اخرج الكل ده ما فيش حاجه اسمها، في حاجه اسمها كره القدم لعبه جماعيه، في لعيب صنع التاريخ من الماس، كلهم كل من صنع تاريخ من الماس وحبب الجماهير في النادي كمان فده اسطوره. في الزمالك في اساطير كتير مش واحد ولا اثنين، وفي الاهلي في اساطير، واللعيبه اللي خرجت بتشرفنا بره اساطير. ليه دايما عايزين نعمل للنجم الاوحد او هو واحد غير كده الباقي كله كانه كنزات كانت بتتفرج؟ ما هو في ناس تعبت وشقيت عشان ترفع اسم ناديها، وفي ناس ضحت بالمال وضحت من حاجات كتير جدا قصاد اللي هي تفضل في ناديها وتسعد جماهير، فده طبيعي ومنطقي. برضو مفهوم انا قلته عشان ابقى صريح مع حضرتك جدا في المكالمه، وانا مش داخل ارد ولا داخل الكلام ده كله، بس الكلام ده احنا مدخلينه نحتفل بيه. دايما بتقول الحكام مع النادي الاهلي. مفيش حاجه اسمها حكام مع النادي الاهلي، النادي الاهلي بيكسب بشرف على مدار على بكل اجياله. شادي الحكام مع كل الفرق ليها وعليها، ليها وعليها، ليك حاجات انت خدتها مش من حقك وتحسب عليك حاجات ضدك ظلم. شادي انت هيبقى شادي يعني ما تاخدش يعني ما تحرقش كل حاجه كده، انت لسه هيبقى ليك حلقات كتير تقعد تقول فيها اللي انت عايزه.